السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله حابة اتكلم معاكم او حابة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يخليكم يا رب لأولادكم وتفرحوا بيهم ويفرحوا بيكم ويطول في عمركم. اللهم امين. رمضان كريم عليكم وعلى ولادكم وعلى حبايبكم، يا رب يبارك فيكم ويخليكم. اللهم امين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بصحة وسعادة. حبيت ان انا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. يا رب يقعدوا عليكم بالخير ويمن البركات، وعلى امة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة الفيديو بتاعنا سهل وسريع كده زي ما قلت لكم، مش هنعمل ولا وصفات ولا حاجة. حبيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، واقول لكم على المشتريات اللي انا جبتها الأساسية في رمضان. زي ما اتفقنا احنا مش هنبقى في فشخرة كدابة، ومش هيبقى في بذخ، وكمان هيبقى الشهر الكريم ده علشان العبادة وعلشان صلة الرحم وعلشان نعمل خير كتير. ربنا يا رب يبارك فيكم ويرزقكم السعادة. والفيديو ده تشجيع كده علشان ما يبقاش فيه استهتار بنعمة ربنا. فهنجيب الأساسيات بس، يعني مش هنحرم نفسنا من حاجة، لكن هنجيب الأساسيات، الحاجات الضرورية، لأن في ناس كتير بتمنى إن هي يبقى عندها ربع الحاجات اللي عندكم، وده مش حسد ولا قر، ولكن ده يبقى من الفقر. طبعا الناس كلها عينيها مليانة والناس كلها خير وبركة، ولكن نراعي مشاعر بعض علشان ربنا يكرمنا في ولادنا ويرزقنا السعادة. اللهم امين. حبيت النهاردة ان انا اوريكم الحاجات الاساسية اللي انا جبتها لشهر رمضان، انما الحاجات اللي ملهاش لازمة او الفشخرة الكذابة احنا ملناش فيها الحمد لله. جبنا النهاردة يا حبايب قلبي، جبت زبيب، وكمان جبنا المشمشية دي طبعا علشان هنعمل الخشاف بتاع رمضان الجميل، وكمان جبنا يعني جوز هندي ناعم برضو هنستعمله، وجبنا اللي هو التين المجفف ده بيبقى حلو جدا، وكمان بيبقى فيه نسبة حديد حلوة جدا بتفيدنا وبتفيد ولادنا. كمان جبنا الكركديه، وجبنا التمر او البلح الطري، وده بيبقى لازم على كل أسرة ان هي تجيبه. طبعا لو مستطاع يعني ان انت تجيبيه هاتيه، وده سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قبل اي حاجة لازم ان احنا ناخد تمرة او ناخد البلحة دي، يعني نجرح صيامنا عليها كده واحنا بندعي الدعاء بتاع الصيام علشان ربنا كده يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم امين. جبت كمان القراصية، القراصية دي حلوة جدا برضو ومفيدة لعضلة القلب، يعني وللشرايين بتاع الجسم وكده، بتبقى حلوة جدا جدا. وكمان جبنا التمر الناشف ده علشان خاطر ده اللي بندقه او بنكسره علشان يبقى معانا الخشاف بتاع رمضان بالحليب، بيبقى حلو جدا جدا وفيه قيمة غذائية جميلة جدا جدا بتفيدنا وبتفيد ولادنا. الفيديو النهاردة سريع كده وبسيط، ما فيهوش ولا وصفة ولا غلبة ولا كلام كتير. حبيت بس ان انا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين يا اجمل واغلى اخوات واصدقاء في الدنيا. يا رب يبارك لكم في ولادكم ويرزقكم السعادة، وتشوفوهم كده احسن ناس في الدنيا، ويطول في عمركم يا رب العالمين، وارزقكم الهنا والفرح، ورمضان كريم عليكم وعلى اسرتكم. اللهم امين. وان شاء الله مع فيديو جديد وتكتوا حركات سمسم.